وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكله اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. طبعا على قد ايدينا اكتر مفيش من الفول، فالنهارده هنعمل وصفات فول مختلفه من اول التدميس لغايه كام وصفه كده حلوين. طبعا على فكره الحلقه ما كفتش كل الوصفات اللي انا كنت جايباها، ان احنا عندنا وصفات كتير جدا فاجلت، يعني احنا امبارح كان في وصفتين بالفول والنهارده في وصفات، وفي لسه وصفات جايه ان شاء الله برده من الوصفات القديمه اللي كانوا بيعملوها، مش من الجديده، لا من الوصفات القديمه كانوا بيعملوا حاجات جامده جدا وكتير جدا جدا من الفول، لان كانوا بيستعوضوا بيه اللحمه، يعني كانوا بيعملوا الفول بدل اللحمه في حاجات كتير قوي، منها بتدي قيمه غذائيه عاليه، منها بتشبع كتير، طيب يعني ياكل الفول ده يقعد فتره كبيره جدا شبعان، ما مش على طول بيجوع بيسد يعني زي ما بيقولوا. فالنهارده هعمل لكم وصفات كتير جدا، يعني ان شاء الله في معانا على قد ما تدخل الحلقه بقى هنعمل وصفات، وفي وصفات مؤجله للايام اللي جايه ان شاء الله على خير. طبعا منها اهم حاجه بنعملها هي تدميس الفول، اللي كلنا لغايه دلوقتي من زمان لغايه دلوقتي احنا بندمس فول. تدميس الفول ده بقى عباره عن ايه؟ طبعا لازم الفول يكون منقوع، يعني انا ناقع الفول من امبارح لغايه 24 ساعه، دي حاجه صحيه، يعني مش حاجه اقول ايه ده كلام جديد، كانوا زمان مش بينقعوا فبيخلوا القدره على النار كتير جدا، ماشي مش وحش حلو، بس الاصح والاحسن ان انا انقعها، انقعها من النهارده لبكره يعني يوم بحاله، وبعدين اغسلها من الميه بتاعتها وبعدين استعملها، دي الاصح يعني. تمام، فاطلع بقى فوله حلوه كده، يعني احلى كمان اللي بشتريها من بره، انا عارفه فول القدر والحاجات اللي بره دي جامده جدا صراحه يعني لا غنى عنها، بس فول البيت بيطلع حاجه تانية. ليه بقى؟ انا هو بيحط مثلا فول وبيحط عدس ويحط او فول ورز وميه وخلصنا على كده، لا احنا بندلع الفول بتاعنا فبيطلع بصراحه ليه روح وطعم، حتى ريحه البيت وانت بتدمسي والله بتبقى جامده جدا. فهنعملها النهارده مع بعض بطريقه كده بسيطه. بصوا المكونات اللي عندنا متدلعه، يعني انا مغذيه الفول بتاعي عشان طبعا يفرق، عشان ما يجي ياكل الفول بتاعك في البيت غير اللي هيجيبوه من بره ولا ايه. فعندنا هنا فول منقوع، تمام، فول مدشوش. الفول المنقوع ده مثلا هجيب نص كيلو مثلا، يعني هاخد حوالي نص كوبايه من الفول المدشوش ونص كوبايه من العدس. قلنا الفول المدشوش اللي هو الايه اللي هو متكسر كده الاثنين، بيشتريه كده اصلا مكسور كده، مش عندكوش مهم عدس وخلاص، مش مهم الفول المدشوش، بس هو بيدي الميه طعم حلو قوي. بصلايه مقطعه صغير، طماطم وجزر وتوم وكركم. طبعا ناس كتير ما بتعملوش كده، عادي جدا، انا ساعات الموجود عندي بحطه وخلاص، بس لو عندي الكميه دي كلها من الحاجات بحطها بحل طعم الفول، انما انا لو ما عنديش ممكن عدس بس، ممكن شويه فول بس، ممكن مثلا ايه لو بصلايه صغنونه كده مع طماطمايه صغيره وخلاص. لو عندك كل ده هيبقى احلى واحلى واحلى، دي من الحاجات اللي بتميز لك الفول بتاعك. تمام كده، فانا عندي هنا الفول المنقوع، فول مدشوش، عدس، طماطمايه، بصلايه صغننه، فصين توم، جزر، جزر حلو قوي معاها، ومعلقه كركم وميه. نقول بسم الله. هاخد كده الفول المنقوع اللي انا نقعته وصفيته وغسلته، حطه في القد، تعالى طب مش صاحي اصلا، القدره بقى بخليها ايه، طبعا دي صغننه على كميه نص كيلو، بتاخد ربع كيلو بس، وانا هعمله فعلا كده بس كده. القدره بقى هيبقى نص الكميه اللي بحطها نص القدره او اقل كمان، يعني لما انا املاها بالحاجات دي كلها اللي انا حطاها تبقى نص القدره بس، ولغايه هنا ميه، لغايه هنا يعني النص التاني كله ميه. تمام، يعني انا هحط كل الحاجات اللي عندي دي تبقى نص القدره واكمل ميه. ليه بقى؟ ليه بقول لك كده؟ عشان ما اعوزش ازود لها ميه تاني، تبقى هي فيها ميتها منها فيها كده. طب افرضي كده برضو بعد كل ده او انا اتلخبطت في حاجه وبرضو شربت كل الميه والفول بدا خلاص ان هو ايه لا هينشف، ازود له ميه مغليه، لازم ميه مغليه مش ميه بارده. تمام، فاحط شويه الفول كده، انا طبعا عشان هي نص الكميات بس، شويه العدس، بصلايه صغيره واحده كده بس، ممكن استغناء عنها اللي مش بيحبها، بس هي تدي طعم حلو برضو. انا عشان فص كبير، فص توم واحد، معلقه كركم، الجزر كم واحده كده تخلي طعمها حلو قوي،
وازودها كلها ميه. بسم الله. دي ميه عاديه بقى كده كده هتبقى تغلي على النار، وبعدين اوطي النار خالص بقى. في ناس عندهم الوناسه دي بتاعت ال ولا مش عارف يسموها ايه، سخان حاجه كده بتاعت الفول دي، بعد ما يغلي بروح احطها على الايه، على الوناسه دي، واسيبها بقى ايه تاخد راحتها. تمام اهي، بصوا اهي بالشكل ده مليتها لغايه ايه الزور بتاعها كده من هنا. سيب حته فاضيه، ممكن اخد كمان عصره ليمونه لو انت عايزه، او نص ليمونه، واحطها كمان على فكره معاها مفيش مشكله، بتخلي لون الطماطم فاتح، بتبقى حلوه جدا. انا دلوقتي هحطها على النار، مش هغطيها حتى عشان ما تفرش، لغايه ما تغلي، وبعد كده اغطي واوطي. ماشي، انا سيبها كده من غير غطا لغايه ما تغلي. بعد كده اول ما تغلي اروح مغطيه بقى عليها كويس جدا جدا، ممكن كمان احط ورقه الومنيوم واكبس عليها الغطا، واهدي النار بقى تغلي براحتها 5 6 ساعات. يعني هي على فكره بعد ساعتين ثلاثه، بعد ساعتين وشويه بتكون استوت، بس اديها بقى فرصه كمان. انا بسيبها 4 ساعات 5 ساعات على النار، بنساها بصراحه على النار، هدي كده بس ايه من بين الساعه والتانيه كده اشيل وايه واقلب، اشوف شكلها ايه بعد ساعتين على الاقل، اقلبها واشوف لو محتاجه ميه، لو محتاجه ميه بضيف لها ميه مغليه. تمام كده بس. طيب من الوصفات بقى الحلوه كمان اللي عندنا، اللي هو الفول المقلي ده. كده خلاص انا كده خلصنا من التدميس، فاضل ان انا ايه هتغلي واروح موطيه عليها. تمام، الفول المقلي بقى ده وصف، طبعا الفول المقلي ده يعني لقيت له وصفات كتير بقى وطرق كتير جدا جدا بالاسم ده، يعني كل قريه او كل مكان في مصر بيعمل الفول المقلي ده بشكل، يعني في بيعملوه بالرز، في بيعملوه بالطماطم، كتير جدا. فانا النهارده انا هعملكم بالطماطم العادي، وبعد كده هعمله مره ثانيه بالرز. تمام كده، الفول المقلي ده بقى بيتعمل ازاي؟ انا فول بنقعه واقشره، اهو بصوا شكله، انا عايزه اوريه لكم. طب بصوا هنا هتبان كده اكتر، بصوا بيبدا ينبت، بيبدا ايه ينبت تنبته صغننه كده، مش منبت منبت، التنبته الصغيره دي يعني انا قاعه بقالي يومين، ده منقوع بقاله يومين. تمام بالشكل ده، شايفين الفوله هي تنبته صغننه دي بقى بتبقى بصوا بتوصل لدرجة يعني درجة غذائية حلوة جدا. تنبيتة دي الحاجة المنبتة دي غير اللي مش منبتة، يعني الفول ده كله فول بس المرحلة بتاعة الفول دي مش عارفة باينة ولا مش باينة، بتبقى ايه القيمة الغذائية فيها عالية جدا. يعني احنا ان شاء الله هننبت مع بعض قمح، وهننبت الحلبة، الحاجات دي في الاكل صحيه جدا جدا. دي حاجات بتاعت زمان برضو، كانوا ينبتوا الحلبه وينبتوا القمح وياكلوها كده، دي هنعملها مع بعض ان شاء الله. مشهور قوي عندنا الحلبه، القمح مش كله بينبته، بس لا كان في ناس بتنبته. ماشي هقول لكم برضو ان شاء الله. تمام كده، دي قيمه غذائيه عاليه قوي. فالفول منبت تنبته صغننه كده ورحت مقشر، او منبت زي ما انتم عايزين، لو منبت قوي يعني، بس اهم حاجه ان هو يطلع زلمته شويه دي. وبعدين بقشره كله، ده كله كده منقوع وثابت يومين، وبعدين ايه قشرته بالشكل ده يومين، دي عايز تغير الميه عليها، ما سيبش الميه منقوعه فيها اليومين، لا بغسل بنقعه، وبعدين ايه بسيبه مثلا قد بغيره في اليوم مرتين، في اليوم مرتين اشطفه واحط له ميه ثانيه، اشطفه واحط له عشان ما تعملش ريم وتعمل ميه مزلقه وتع ايه ريحتها وحشه، لازم اغير له الميه، اغير الميه عليه واحط له ميه جديده. تمام، ومش كتير الميه. انا كده عايز اشتري فول نابت، اشتري فول نابت مش مشكله، وقشريه. عندي بصله، ثوم، حبه سنة عصفور صغيرين كده، يعني اعمل لها قوام. ماشي، وعصير طماطم. تمام كده، بنعملها ازاي بقى دي؟ سمنه او زيت، سمنه او زيت، كانوا زمان بيعملوا بسمن. هنعمل شويه زيت كده، شويه زيت هنا عشان سنة العصفور، حمره. تمام، هاخد البصله، استنى بس تسخن شويه عشان تمشي معايا بسرعه. هنا عندي عصير طماطم، في بيعملوها طماطم مقطعه صغير، وزي ما قلت لكم الفول المقلي ده ليه كذا وصفه، عشان واحد يقول مش هو ده الفول المقلي، لا هو ده الفول المقلي، بس في كذا وصفه الاسم ده، بس انا بقى هغير فيهم عشان يختلف شويه. يعني في الفول المقلي التاني اللي هو بالرز،
ده انا هخليه لكم ان شاء الله، يعني ممكن نسميه بقى ساعتها كشري الفول حاجه كده يعني ان شاء الله. وفي فتة الفول، في حاجات كانوا بيعملوها زمان، يعني الواحد بقى لما بدا يعني يسال بقى بالظبط وده بتعملوه ازاي. طبعا باخد ما شاء الله الست الكبار بتاع ربنا يبارك في صحتهم يا رب، هم دول اللي بيدوني الوصفات الحلوه دي. طب وبعدين الست الكبيره دي بقى اقول لها ايه، مامتك كانت بتعمل ايه، جدتك كانت بتعمل ايه، خالتك عمتك كانت بتعمل ايه، فيبداوا بقى يدوني الوصفات دي. دي اللي انا بجيبها لكم بقى في اليومين دول الحلوين دول ان شاء الله، عشان ناخد منها وصفات موفره ووصفات صحيه ووصفات يعني مدبره جدا، يعني بص وسهله كل حاجه بصراحه. لان زي ما قلت لكم كده كان وصفات طبخهم حلوه جدا وسهله جدا ووفره جدا، هو كان شغلهم التاني كتير، كان شغل البيت بالنسبه لهم حاجه جامده، فده كان بالنسبه ياخد بقى الحاجه كده وكان والله تطلع في منتهى الجمال، كان يعملوا احلى اكل بصراحه. فان شاء الله على خير، يعني خليكم معايا هتشوفوا احلى حاجات ان شاء الله على خير. جايبه لكم وصفات من معاميق المعاميق، يعني مش عارفه اجيبها تاني ازاي. عايزين نعمل بقى قابوس والله. فهاخد بصلايا، بسم الله الرحمن الرحيم، شوية ملح. انت ما سخنتش ليه؟ استنى عليها شوية بقى تغلبني بقى، ما تبدأ على البارد كده. بصلاية كده ونايه ونبدأ نشوحها. معانا أم إياد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا مدام نجلاء، عاملة إيه؟ الحمد لله، إزيك أنت عاملة إيه؟ الحمد لله، وحشتيني من أول برنامج مستنياك. ربنا يخليك، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، ألف مبروك على الديكور. الله يبارك فيك، تسلمي زي العسل، وأنت في وسطه كده منورة. الله يكرمك يا رب، ربنا يديك الصحة. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا رب. كنت عايزة أسأل حضرتك، أنت قريتي أفكاري، كنت عايزة أتصل بيكي النهاردة عشان كده. عشان إيه بقى؟ الفول ولا إيه؟ عشان الفول. أنا إمبارح دمسته ما شاء الله طلع حلو جميل. الحمد لله. على طول بعمله في البيت يعني. برافو عليكي. بس في أنا بقى أول مرة أعمل النابت. النابت بقى انا بغير له الميه صبح وليل، ده صح؟ ايوه، بتغيريه مرتين في اليوم، ثلاثه في اليوم. طب يقعد لي بقى مده قد ايه لحد ما يبقى طري كده؟ تنبتيه بياخد اربع خمس ايام، وبعدين انت مش بتحطيه في ميه كده، لا انت هتنبتيه بقى، بتبداي تحطي تحتيه قماشه وبلوله، وفي قماشه وفوطه كده مثلا ولا حاجه، وكل شويه تبلي الفوطه وتخليها عليه تاني، يعني تحطيه في صينيه مثلا كده وتحتيه فوطه وبلوله، ماشي؟ وحطيه عليها، وبعدين ده كده انت هتنقعيه بس يعني يومين، وبعدين ترجعي تعملي في التنبيت ده بقى، وبعدين قماشه مبلوله او فوطه مبلوله تاني وخليها عليها. ثانيه واحده، يعني انا اعمله في الميه يومين. ثالث يوم اجيب قماشه مبلوله، جيبي صينيه. جيبي صينيه حطي فيها فوطه مبلوله. وادلقي عليها بقى ايه؟ الفول ده. ويكون معاكي فوطه مبلوله تاني حطيها عليه. ماشي، كل شويه بلي الفوطه وطلعيها شيليها كده بالليل، كل ما تنشف وحطيها عليه. هتلاقيه نبت معاكي بسرعه بقى ان شاء الله. طيب كويس، ماشي، تمام، اشكرك. شكرا جدا ليكي، وان شاء الله عندنا وصفات بالفول النابت ان شاء الله على خير. يعني يومين كده ثلاثه ونعمل لكم وصفات بالفول النابت. لغايه ما ينبت بس، انا بص النبت عندي صغنن كده، قلت لما يكبر بقى اعمل لكم الفول النابت ان شاء الله. انا كده البصل اهي هنزل معاها الفول اللي انا قشرته ده. خليكم معايا بس كده، هتوفروا ان شاء الله. اقلب الفول مع البصله شويه. خلوها كده حب. تمام، هاخد هنا احمر الشعريه، سلع عصفور، معلقتين بس يعني للكميه للربع كده، حوالي ربع كيلو، كوبايتين كده، قولي ربع كيلو بعد ما يعني بعد ما تنقع وكده، حوالي ربع كيلو، معلقتين كبار بس كده، معلقتين كبار من لسان العصفور عشان تديها قوام. عندي الفول هيبدا يقول حاجه اهو، اول خلي بالي منه عشان هنا بيفور على فكره، حتى لو مش شايله الغطا من عليه برضه بيفور، فخلي بالي منه قوي. هنا طلع العصفور خلاص اهو، يا نعم
الفول مقلي اهو، مقلي مش مقلي، مقلي اهو، هو دي اسمها كده. هي بص يعني هو بيتعمل مع البصله كده بيسموه مقلي، تمام. في بقى ناس بيحطوا له طماطم، في ناس بيحطوا له رز، يعني في حاجات كتير قوي بتتعمل بالاسم ده. قول. لا مقلي ايه، مش محمراه ايه، هي دي كده. لا لا اسالش على اسماء، لا 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 اوعى تقف معايا في السكه دي. اسماء زمان ما اعرفش معناها قوي، لان ده ما شاء الله ده حاجات جايه من التاريخ، والله جايه من التاريخ. ده انا جايبها من معاميك المعاميك، ده انا تعبت وعملت ابحاث ابحاث ابحاث. عشان اجيب لكم وصفات ما تتعملش دلوقتي. ماشي حاضر. بصوا بقى كده اهو بيبدا لونه يتغير كده معانا مع البصله، شايفين شكله. وبعدين احط له توميه صغنونه كده، في ناس ما بيحطهاش برده. واحط بقى عصير طماطم. ماشي. ومعاها لسان العصفور الايه؟ اللي انا حمرته. واسيبها بقى تغلي لغايه، طبعا الفول هيستوي بسرعه على فكره، من غير غير المدمس ده، تمام كده. واحط له بس شويه ملح، اظبطه كده ملح شويه، وشويه كمون، مفيش كمون هنا، بس كده. عايز تعمليه بالسمنه تعمليه، عايز تعمليه بالزيت اعمليه. هسيبه بقى على النار، هدي هدي عليه النار واسيبه، تمام كده. هطلع بقى فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ويا رجاله من الفاصل، ودلوقتي بنكمل مع بعض وصفات الفول الحلوه جدا بتاعه زمان قوي اللي شغالين فيها دلوقتي. زي ما اتفقنا احنا عملنا الفول المقلي بالطريقه اللي هو بالطماطم، عشان عارفه طرق كتير جدا. وبصوا الفول المدمس لسه شغال، لسه عشان احطها على نار متوسطه لسه هيبدا يغلي اهو. هبدا ان انا احط له دلوقتي الايه الورقه بقى، الومنيوم مثلا اي حاجه، او لو الغطا يعني مهوي مش ماسك كويس. تمام كده، واضغط عليها كده، واوطي عليها، هوطي عليها لمده ساعتين. ماشي، واطي خالص كده شمعه لمده ساعتين، انا مش بستناها تفور طبعا. وبعد كده اشيل الغطا من عليها، بعد دي خالص عشان ما تفورش خالص، اشيل الغطا من عليها دوت، واقلب. ولو محتاجة مية أكون مية مغلية وبعدين أزودها، وأروح حطها تانية وأسيبها لمدة ساعتين برضه. طب أنا مديها المجال إن أنا سايباها فترة، سايبة لها وسعة في الحلة بتاعتي. حتى ممكن على فكرة مش لازم دماسة، أنا بعملها ساعات في الحلة. أي نعم وشها اللي فوق ده بيسمر شوية، لكن مش مشكلة، كده كده إيه بيبقى حلو برضه مش وحش. طيب نيجي بقى دلوقتي، كانوا بيعملوا زمان إيه؟ كانوا يعملوا زمان طاجن فول بالبيض. ما عندناش غدا النهارده كده، تعالوا بقى نعمل ايه؟ طاجن فول بالبيض في الفرن كده. يعني مش بيبقى بدل مثلا الفطار، لا ما بيعملوش في الفطار، الفطار كان هو الفول بالزيت والليمون كده وتمام. انما الطواجن والكلام ده كان بيبقى للغدا بقى. ما عندناش غدا النهارده، مش عارفين نعمل ايه، مش فاضيين، طاجن فول بالبيض يلا في الفرن. فول مغذي، البيض مغذي، كنت بتاكله زمان وانت صغير. ماشي. احنا بقى بنعمله ازاي؟ عندنا فول مدمس، خلاص احنا دمسناه، بصل، فلفل، طماطم، ممكن فلفل حبيب خطير فيها، كمون، سمنه، بيض، تمام كده. بيض طبعا زي ما انت عايز العدد قد ايه. فنيجي هنا يلا بينا نشتغل فيها، عشان عندنا وصفات كتير نقول بسم الله. احنا بنعملها بالايه؟ بالسمنه بقى، معلقه سمن كده. نسخنها، هي سهلة جدا وبسيطة. طبعا الفول لما بيبرد بيجمد كده بفكه بحبة مية، لو هي لسه من القدرة طازة خلاص مش محتاجة تفكيه بمية ولا حاجة، بس ده بحط له شوية مية عشان ايه افكه بيها. فايه، معلقة سمن، بصلة،
يسيح بس كده. استنى بصل وفلفل وطماطم، بصل معاه شويه ملح بساط، اطريه بس كده مش هحمره. ما انا بختبه بقى، دي غدوه مش اي حاجه. اكون بقى عندي طاجن او صينيه بايركس او صينيه اي حاجه، يعني تعمل في اي حاجه الموجوده عندك، يا صينيه صينيه الكيكه العاديه، ممكن اي صينيه. هي في الطاجن طبعا بيديها ريحه كده، وايام زمان وحاجات دي تبقى ليها طعم تاني، يعني طعم وروح تانيه. فعندنا بصله، فلفل، فلفل رومي، ممكن ما تكتريهوش عشان ما يبوظش طعم الطاجن، يعني يبقى اقل من ده شويه كمان احسن يعني. فلفل حامي، طماطم مقطعه صغير، فلفل الحامي زي ما انت عايزه، حطيت قليل مش كتير يعني كده، يعني معقول كده قوي. الفول واديله شويه ميه علشان ايه يفك بس، عشان هو بارد طبعا. ممكن نكتر الفول عن كده شويه. شوف انا في فول عندي تاني، عشان بس يبقى مظبوط بالنسبه للخضار بتاعه. بس كده ادي كده ايه الفول، طاجن الفول الايه المحبش الحلو ده، فول مع طماطم مع فلفل مع بصل، شويه كمون اظبطه من هنا طبعا. مستنى انا عملته معانا انجي وشويه الملح. يا انجي. ايوه اهلا وسهلا، اتفضلي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. قولي لي. بقول لك يا سيف نجلاء، عايزه اسالك بس على البتاع ده. اتفضلي. رز المعمر. ماشي. عايزه تعمليه رز معمر؟ سهله خالص. حاضر عيني، حاضر. ماشي، بس تخليها بس شويه عن المقادير قبل بس اكتبها. حاضر. بصي، هو الرز المعمر سهل جدا. شفنا رز المعمر يا اولاد، هنحط بيض قد ما احنا عايزين، ماشي، قد ما عدد افراد الاسره. ماشي، ممكن كده كفايه ولا نزود؟ نحطه على في النص. حط بقى على وشها ملح وفلفل عشان ايه زفاره البيض. ملح بسيط كده والفلفل على الصفاره كده. رشه خفيفه عشان البياض، وادخلها الفرن بقى. ده طاجن البيض الايه المحبش الحلو ده، بصل وفلفل وطماطم، غدوة غدوة. بسم الله. الرز المعمر معانا اهو، يا ريت تصوريه. نيجي بقى هنا للعجة، العجة اللي هنعملها. نجيب بس الملح والفلفل هنا. هو عجة بقى بالفول.
فيها خضره بقى، وبرده دي غدوه، دي غدوه بتاعت زمان برده، كانوا اما يدمسوا فول. بصي اغلبيه الوصفات دي اما يكونوا بيدمسوا فول، في الاغلب يعني يكونوا بيدمسوا فول، فايه يروحوا عاملين وصفه الوصفات دي مع التدميس ده عشان ما يطبخوش يعني. فمنها النهارده وصفه العجه اللي بالبيض، هي عباره عن فول وبيض، شويه خضره، شويه فلفل رومي، ثوم، طماطم وبس. سهله خالص، بجيب قالب كده، قالب صغير مش كبير طبعا، الحاجات دي بتحب تتاكل طازه على طول، شويه زيت فيها كده كده. انا هاخد ايه، هحط لها زيت، ده بقى كله على بعضه ما فيهوش حاجه. وصفات زمان الجميله دي، هاخد كده طبق، هاخد البيض الاول، ناخد البيض الاول قبل الفول عشان اضربه، لان هنا كله على بعضه، اربع خمس بيضات زي ما انت عايزه يعني. شويه ملح، شويه فلفل، الفول مع شويه ميه برضو صغيرين كده، معانا بسمله، اهلا وسهلا يا بسمله، يا بسمله. الو الو، ازيك يا بسمله؟ ازيك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا. انا عايزه، اتفضلي. انا عايزه اعرف طريقه البيتزا. بيتزا؟ حاضر، عينيا، شكرا ليكي. بصوا كده، هنحط بقى خضره، انا حطيت البقدونس اكتر او كزبره اكتر يعني، حاجه مش كتير قوي، مش هحط كل ده ماشي. وعندي هنا شويه فلفل رومي برده مش كتير، بصل اخضر بسيط كده، ثوم مفروم فصين مش كتير، طماطم برده مش كتير قوي، حوالي حبايتين طماطم، كل ده مفروم، كل ده اقلبه كده مع بعضه، وشويه الزيت. معانا بسمله، اهلا وسهلا سميرة، يا سميرة، ملح وفلفل وكمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، أهلا وسهلا. بصي احنا كنا بنعمل الفول المقلي. أيوه. بس بعد ما عملتيه كده، بس ما بنحطش الفول على الفول، كنا بنحط بتاع ده رز. وبعد ما يستوي كنت بعمله طشه بالثوم والكزبره الخضراء. ما شاء الله، جميل. طيب جميل جدا، يعني انا عندي كده 75 سنه يعني. ربنا يديك الصحه. لا ما انا عارفه وصفاتكم خطيره. ماشي. تسلم ايديكي، متشكره جدا. تدوق لكم يعني الثوم، وبعد ما يتحمر شويه تروح حط الكزبره الخضراء. طيب بس الطريقه كده زي ما هي، ولا كنت تحطي ايه؟ احط العجه بقى هنا كده، تمام. شكرا ليكي، شكرا. ادي كده عجه الفول، بصوا الطريقه دي حلوه، حلوه حلاوه غير طبيعيه. احطها بقى ايه في الفرن بره. اطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، واحنا معانا الدماسه لسه على النار، بس الفول المقلي استوى، ما ياخدش وقت يعني. هو فول برضو داغر، ده القشره ده عليه بتحميه، فبتاخد وقت كبير جدا على ما تستوي، انما الفول المقلي لا خلاص هو استوى. اعمل له بقى الطشه، بصوا اهو بالشكل ده، خلاص استوت الفول، استوت بقى 100 100. اعمل لها الطشه بس واقفل عليها خلاص. هجيب كده معلقه سمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله، حتة سمنة صغيرة كده
تكون ريحتها حلوه. تمام. والثوم. كزبره فول المقلي. ما خليش الفول ده يتحرق خالص، واروح حطها كده عليها. تقليبه كده وخلاص، تديها بقى ايه كل فول غدوه محترمه، غدوه محترمه ان شاء الله. وغطيش تبقى ريحه الايه الطشه فيها زي ما هي كده. او ممكن نغرف بقى كمان في الطز، بنعمل كده في الملوخيه، نغرف ممكن هنا بقى. تمام. ما نعمل بقى دلوقتي ايه، ثواني. الفول من ضمن الوصفات القديمه اللي ما عادش حد بيعملها خالص دلوقتي، ما اعرفش ليه يعني، قليل قوي اللي بيعملها. الفول بالليه. الفول بالليه دي من الوصفات القديمه جدا، كان الناس كبار بيحبوها قوي قوي قوي، ما اعرفش غلطتي في حد بيحبها ولا لا، بس هي حاجات مميزه، حاجات مميزه جدا. فقلت لا لازم تتعمل طبعا، حاجات التراث بتاعنا ده لا ما يختفيش ابدا، مهما حد يقول تقيله ريحتها مش عارفه. طبعا كل اذواق، اللي يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبوش ما يعجبوش، بس نقول طريقته واللي يحب يجربه ماشي. احنا هنا عندنا ليا حته صغنونه خالص كده مقطعه مكعبات صغيره، طماطمايه كبيره مقطعه صغير، الفول اللي انت عايزاه كوبايتين ده زي ما انت عايزه، فلفل حامي اختياري، شويه بهارات عشان اللية، والملح والكمون. هنحط شويه زيت. معانا مين؟ معلقتين زيت كده. يوسف معانا، اهلا وسهلا يا يوسف. طب كلمنا تاني يا يوسف. بص انا حطيت كده ايه معلقه زيت، وبعدين اروح ايه حاطه اللية اسيحها في الزيت ده. يعني عشان تاخد معايا وقت اقل، انا ممكن احط اللية لوحدها تاخد مع فتره اكبر، انما احط معلقتين زيت كده او معلقه زيت تخلي تسيح اللية بسرعه. تمام. واخليها بقى شويه كده لغايه اللية دي وتقرمش. تمام. خلي اللية دي تسيح وتقرمش بقى. فعلمكم بقى، ناس كتير قوي تطبخ باللية دي، بتطبخ يعني تسيح اللية وبعدين تطبخ بيها، كتير كتير يعني، بس برضو بتوع زمان يعني، بس بتخلي ريحه الطبيخ يعني حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص. انما اللي ما بيحبش الضاني بقى ريحه الضاني مش هيحبها، انما اللي بيحب الضاني وريحه الضاني عادي بياكل ضاني عادي هو هيحبه، ما بيحبوش لا ما يعملهاش. ماشي. بقى استنى بقى عليها شويه كده لغايه ما تسيح وتتحمر، الاقي بقى اللي هي دي احمرت كده معايا، قرمشت كده. تمام. اهي قربت اهي. هي خلاص هحط لها بقى الطماطم عشان تخف من طعمها، يعني في ناس ما بتحطش طماطم كمان، انا بحط لها طماطم عشان تخف من طعمها شويه. يعني في طرق كانت بالطماطم وفي طرق من غير، في ناس قالت لا احنا بنحط لها طماطم عشان تبقى خفيفه شويه، وفي ناس قالت لا احنا ما بنحطش طماطم. فطبعا يعني كلها طرق حلوه ان شاء الله، يعني كلها عائلات، ده في اكلات باسامي العائلات برضو ان شاء الله هنعملها برضو. بص كده بدات اللي هي تتحمر اهي. خدت لون. واضح اهو. وطبعا الزيت كتر لان هي ساحت. حط لها الطماطمية مكعبات دي. معانا ام كريم، اهلا وسهلا. كلمينا تاني يا ام كريم. وشويه بهارات، علشان بهارات اللحمه اللي هي 7 بهارات دي، علشان اللية. وشويه الملح والفلفل عشان اللية برضو. فلفل حامي اختياري.
عايزه بلاش الفول. شويه ميه طبعا هو جامد كده من ايه من العدس والفول المدشوش هو اللي بيخليه يبقى ايه ليه قوام كده. بس كده خلصت خلاص الفول بليه. طبعا برضو عشان ده فول بليه فيعني مش هيبقى فطار هيبقى غدا برضو. دي انواع غدا مختلفه من الفول. ملح نظبط ملحها. فلفل اسود. بس كده سخنت الفول معاها خلصت. دي كده الفول بالايه بالليه. طيب خلصنا الفول بالليه نعمل صنف تاني بقى برضو جامد جدا. دي كده خلاص هغرفها دلوقتي في طبق بس خليها هنا. فول بالطماطم والثوم دي في ناس لغايه دلوقتي بيعملوها بس برضو مش كتير برضو مش كتير. دي عباره عن ايه بقى؟ بسم الله. فول بالطماطم والثوم برضه من الوصفات الحلوه جدا. انت لو مش عايزه تاكلي هتاكلي بسبب الريحه بتاعه الايه طشه التوب بتاعتها. دي عباره عن فول بعيد هنا شويه الفول اللي انا جايباهم او عاملاهم معاها حوالي معلقه كبيره من الثوم المفروم دقيه او فروميه من العلب البطرمان عندك من الفريزر اي حاجه. هي حوالي 4-5 فصوص من الثوم كده مفروم معلقه كبيره يعني وطماطمايه مبشوره يعني متوسطه كده وكمون وملح. يعني الحاجات دي مش معايير قوي يعني الحاجات دي مش معايير هي نسبه وتناسب. تمام كده هجيب هنا شويه زيت او سمنه ده الاثنين ينفعوا شويه قد الفول يعني ايه هحط على زيت فول قد ايه كده ده اللي هستخدمه. تمام واجيب احمر التومه واطشها بالطماطم بس هي كده احمر التوم توم مفروم معاه شويه ملح بسيط لو انت حاطه عليه ملح خلاص. احمر التوم احمرها احمره كده ما احرقوش بس احمره اديله لون حلو لون التحميره دي. تمام باينه ولا مش باينه؟ اطشها بالطماطم مبشوره او عصير انا بشطها كده ايه بالمبشره عشان تبقى سريعه مش هشغل خلاط بقى عشان حبتين طماطم واخدين بالكم مع ان الوصفه دي بقى احب احطها في الثلاجه واسخن منها عادي حلوه قوي قوي قوي. لو عملتي علبه كده منها في الثلاجه بس طبعا دوقيها الاول لو اول مره تعمليها بيها الاول كده في الطاسه اعمليها حبه صغيرين على قدك عجبتك بقى بعملها انا بحطها في الثلاجه واجي اسخن منها على طول بتبقى هايله جدا. بسيب بقى الطماطم شويه صغيرين كده تتسبك حبه صغيرين خالص يعني مش هتتسبك تسبيكه كامله مع شويه الكمون واظبط الملح. جنى اهلا وسهلا. يا جنى الو الو اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا. ازي حضرتك ازي حضرتك وبحبك بحبك بحبك ربنا يخليك يا رب اهلا. اه والله ده من امتى؟ من اول ما بداتي. الله يكرمك يا رب ربنا يديك الصحه ربنا يديك الله يخليك الصحة. انا عايزه رقم حضرتك الخاص. حاضر عينيا كنترول ان شاء الله. شكرا جدا ليكي. طب شكرا. بصوا كده بقى ايه سبكت نص تسبيكه هنزل عليها الايه بقى الفول ده نبدا مساء او شريقه بقى بس طبعا التدميس زي ما قلت لكم حاجه ثانيه حاجه ثانيه. افك برده شويه الميه
كده بقت الايه خلاص. بص وصفه سهله ازاي، فول بالطماطم معروفه جدا، هي طشه الثوم بتديها ريحه مختلفه. ولو عملتيها بالسمنه البلدي بقى تحفه. عايزاها بسمنه عايزاها بزيت زي ما انت عايزه. بس كده هو بقى كده. كده ده الفول بالثوم تمام. طيب عندنا لسه في وصفات تاني، بس ايه الاخبار معانا يا ولاد قولولي. طبعا عايزه شطه حطي شطه، يعني لو عايزه فلفل حامي حطي له. معانا جنى، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا جنى؟ ازيك يا شيخ؟ انا بحب حضرتك قوي. ربنا يخليكي، ازيك انت عامله ايه؟ انا عايزه تليفون حضرتك يا شيخ. حاضر يا حبيبتي حاضر، شكرا ليكو. معانا عبد الرحمن، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ نجلاء؟ ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، قولي ايه اخبارك؟ الحمد لله. ماما متابعه حضرتك كتير. ربنا يخليها لك يا رب، بس حياتي ليها سلمي عليها كتير جدا. الله يسلمك. الله يخليك، شكرا ليك يا عبد الرحمن. بسم الله، ادي كده العجه خلاص والطاجن خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده. اطلع بقى فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض مسيره الفول او تراث الفول بتاعنا. احنا بص ما شاء الله عملنا كام صنف مع تدميس الفول. ده غير طبعا تدميس الفول زي ما قلت لكم، طبعا الرئيسي بتاعه اللي هو زيت وليمون وخلاص، هوريه لكم برده دلوقتي، بس طبعا ده مش محتاج عمايل يعني. هنعمل بقى كمان طاجن كانوا بيعملوه زمان، او صينيه او اي حاجه، اللي هو بالطحينه كانوا بيعملوا برضو، يدلعوا كده الفول بتاعهم ويحطوه ايه بالطحينه في الفرن، اي حركات كده تعمل شكل جديد للفول. عندنا فول، ثوم، خل، طحينه، كل ده سلطه الطحينه هنعملها. تتعمل سلطه الطحينه على الوش، مش تتعمل الطحينه كده تحط سايبه، لا تتعمل سلطه الطحينه وبعدين تحطها على وش الفول. فعندنا هنا وشويه الزيت بقى، فعندنا هنا فول، هناخد الفول ده هنظبطه دلوقتي في البوله هنا ونحطه في صينيه ونعمل سلطه الطحينه على بعضها ونحطها عليهم، بس كده. فعندي هنا الفول، حتى انا هعمله على البارد لان كده كده هيسخن في الفرن، مش مهم ان انا اسخنه. افكه بس بميه برده. ممكن نقطع شويه فول من هنا عشان الصينيه تبقى مظبوطه. بس افك الفول كده، لو هو سخن طبعا خلاص مش مشكله. كده خلاص قوام مناسب، هيتقل لسه في الفرن. احط لها بس بقى ايه زيت وكمون. زيت، كمون، شوية ملح، وأروح حطاهم في الصينية أو البايركس أو الطاجن اللي أنا هشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده ماشي. تمام، أجيب بقى إيه بولة تانية نعمل سلطة الطحينة. معانا زينب، اهلا وسهلا. الو الو، اهلا وسهلا. لا انا زين، مش زينب. انت مين؟ زين. زين، اهلا يا زين، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ حضرتك والله الله يكرمك، الله يخليك. انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. ليك اي سؤال؟ لا شكرا، بس على حضرتك. شكرا جدا ليك يا زين، تسلم يا رب، شكرا. احط بقى ايه، افك الطحينه، انا حاطه حوالي نص كوبايه طحينه كده.
افكها، اعملها صلصه الطحينه عاديه خالص. كل دي طرق قديمه قديمه قديمه. الطرق الزمنيه زي ما بيقولوا. ما يحكوا لي يقول لك الحاجه زمنيه. يعني من زمان يعني. معانا مديحه، اهلا وسهلا. عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ زي حضرتك، عامله ايه؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. الله يسلمك، الله يسلمك، تسلمي يا رب، تسلمي، اهلا وسهلا بيكي. انا بعمل طريقه فول جميله جدا جدا. قولي لي يلا، جديده ولا قديمه؟ بحمر، لا بحمر البصله واحط لها في الصين الثوم، وبعد كده احط لها حبه خضره، بقدونس وشبت وكزبره. تمام، وبعدين؟ وبعد كده احط لها حبه قوطه، واحط فوقيها بقى البهارات بتاعتي. والبهارات بقى بتبقى ايه؟ حبهان وقرنفل وفلفل وكمون، دي بهارات مخصصه للحاجات دي. الله الله على الجمال. إيه انت اللي مخترعاها ولا هي كانت من زمان؟ لا دي حماتي معلمها لي. الله، يا من زمان طبعا. ايوه. جميله جدا. طب حلو قوي. حله يعني البهارات دي جميله جدا الشوربه، لجميع الاكل تحطي البهارات دي مدام نجلاء، بتبقى جميله قوي. طيب تسلم ايديكي، متشكره جدا ليكي، تسلم يا رب. طبعا الحاجات دي حلوه قوي. بص بعد كده انا عملت هات الطحينه عاديه خالص، اللي هي ايه، بالخل، ويعني دوبتها الاول في الميه، وبعدين حطيت شويه الخل وحطيت الثوم والملح والفلفل وخلاص على كده. يعني صلصه الطحينه عاديه جدا، ابدا انزلها على وش الايه، الفول، اوزعها كده على الوش، واروح مدخلاها الفرن. بس كده، تمام كده، تديكي بقى طعم فول مختلف. بسم الله. معانا اسماعيل، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد. بس عايز اسال على سؤال. اتفضل. عايز اعرف الكريب الحلو بيتعمل ازاي. كريب الحلو، حاضر، عينيا، شكرا لك. كريب الحلو يا اولاد، انا هحط بس هنا الفول يسخن شويه عشان ده وقت طول، اقدم كده على طول، اللي هو فول بالثوم، فول بالثوم بس، ثوم، فول بالثوم ايه، المحمر، يعني هو فول بالثوم ما فيهوش طماطم، ده فول بالثوم بس. ده يبقى عباره عن ايه؟ عن فول، تمام، سمنه، ثوم، كمون، ملح بس. والثوم بيبقى ايه، ده ليه بقى حاجه مخصصه، يبقى شرايح كده، مقطع شرايح، مش مفروم، هو كده، هي الوصفه كده، ملناش دعوه، تمام. فعندنا هنا وتتحمر بالسمنه، الثوم مقطع حلقات بالشكل ده. فهنيجي هنا دلوقتي، انا بسخن الفول في طاسه، ده بيتقدم فوقيه، سخن الفول بشويه ميه، هنا الفول ده بنظبطه كده بقى بايه، شويه الملح وخلاص على كده، شويه ملح وكمون، وهحط على وشه بقى الايه، الطشه التانيه. جيب لها طاسه ابدا اسخنها. معانا امنيه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم، ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. قولي لي، ليك اي سؤال؟ لا لا، سمعت عايزاكم حضرتك بس. حاضر، شكرا ليكي. بسخن بقى ايه كده، بسم الله، بسخن بس الفول شويه، وهحط له ملح وكمون، شويه الملح، اظبطه يعني كده، ومش ماده دهنيه بقى خالص، لان الماده الدهنيه هتبقى في الايه، مع الثوم اللي هي السمن. هنا ملح وكمون بس،
ملح وكمون. راحتي فين يا فوتي؟ طلع الطبق اللي هغرف فيه. هاخد بقى هنا كده الفول احطه في الطبق بتاع التقديم اللي انا هغرف، او في الطاسه عندك في الطاسه، كله في الطاسه عادي جدا طبعا يعني. يا اما احط في الطبق اللي هتقدمي فيه كده ماشي. وهناخد بقى معلقه سمن، حته سمنه قدها يعني، مش معلقه، معلقه حته سمنه قد الطبق اللي هت ايه تستخدميه، حته سمنه صغيره كده. واحمر فيها شرايح التوم ده. معانا منى، اهلا وسهلا، بيسموها طشه بقى. الو الو، ازيك يا منى؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا ميس نجلاء، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك يا شيف نجلاء؟ اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله، اهلا وسهلا. اكلك زي الفل، ربنا يخليك، وحاجتك ما شاء الله عليها. تسلمي يا رب. تسلامي. وكلك ذوق والله. ده من ذوقك والله، ربنا يكرمك. الله يخليك، ربنا يبارك لك. عايزاكي بقى ابعت تهنئه لبنت بنتي عيد ميلادها. اه اتفضلي. ريتاج، ريتاج ايمن فتحي، اقول لها كل سنه وهي طيبه وبابا طيب وماما طيبه بخير يا رب، وصحه وعافيه ان شاء الله. يا رب يا حبيبتي يبارك لك فيهم ويبارك في صحتك يا رب. الله يخليك يا حبيبه قلبي، وتسلمي على اللي انت كل اللي بتعمليه الحاجه الحلوه. متشكره جدا ليكي وذوقك، شكرا، تسلمي يا رب. بص كده بنحمر الثوم، نزود بس حته سمنه صغننه كمان عشان تبان بس في الايه على وش الفول. طبعا تحطي الكميه اللي انت عايزاها. بحمر الثوم حلو واروح طشاه على وش الفول، خلصت كده خلاص. ده اسمها فول بالثوم، غير ما فيهاش طماطم. الثانيه فول وطماطم، ثوم وطماطم، دي لا. معانا هبه، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا هبه؟ الحمد لله. الحمد لله، قولي لي ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله، ليكي اي سؤال؟ عايزه طريقه الكريب. كريب، حاضر، كريب يا اولاد لو سمحتوا. بس شكرا ليك كده، بتتساب بالشكل ده وخلاص على كده تمام. ادي كده الفول بالثوم، ويتاكل بالمنظر ده، كل حاجه ليها طعمها. هتوفره هتوفره، ما فيش مفر. تمام، ان شاء الله على خير يعني. ده كده كل وصفاتنا النهارده. طبعا الفول بيتدمس، انا عامله طبق هنا يعني، قلت ايه مش مستاهل ان هو يتعمل، ده زيت وليمون وشطه وكمون، ما فيهوش اي حاجه يعني، ما ياخدش معاكي اي وقت خالص. عادي طلع من الدماسه حط عليه زيت وليمون وكمون وشويه شطه وخلاص، ده العادي، ده ابسط طبق بنعمله من الدماسه في ساعتها بس كده. طيب ايه الاخبار؟ قولوا لي. نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونقص. ورجعنا من الفاصل، وشوفوا مدلعين لي الفول ازاي، ليه قيمه عند كل الناس ما شاء الله. طبعا عملنا النهارده وصفات مختلفه من الفول، عملناها طبعا من اول تدبيس الفول لغايه ما عملنا، طبعا تدبيس هو الاساس، بعد كده اخترعوا منه زمان حاجات كتير، كل دي اطباق زمان، ما فيش جديد يعني، ما فيش ابو سجق وحاجات جديده اللي احنا عملناها، لا كل ده قديم على قديم وقديم وقديم. فاحنا النهارده دمسنا الفول، طبعا دمسناه بالطريقه اللي شفتوها، عملنا دلعناه خالص كده، حطينا له فول مدشوش وحطينا له عدس وجزرايه وفص ثوم، حته بصلايه صغننه، مش عايزه بصل بلاش، في ناس ما بيحبوش البصل فيها، ممكن نحط نص ليمونه نعصرها ونرمي القشره معاها، بتدي لون حلو قوي برده. كل ده مع الميه، وسبته على النار يغلي، ورحت مغطيه عليه وسايباه على نار هاديه جدا لمده 4 5 ساعات. نعم قولي. اوكي خلاص احنا خلصنا. بصوا بقى احنا النهارده عملنا ايه، طاجن الفول بالبيض، شايفينه بالشكل الحلو قوي قوي ده، وعملنا
العجه طبعا فول بالبيض طبعا يا ريت تتفرجوا على الاعاده لان مش هقدر اراجع كل الثمان وصفات بتوع النهارده فبس هم سراع جدا جدا يعني فان شاء الله شوفي الاعاده واختاري منهم واكتبيهم عندك بحيث كل يوم تعملي وصفه من الفول مختلفه ان شاء الله ينبسط اوقات وتتزنقي بغدوه تعملي حاجه من دول هايله دي اللي بالطحينه دخلتها الفرن دلوقتي ممكن تسيبها تحمر كمان شويه عن كده بس عشان ما فيش وقت وفي العجه اللي عملناها بالفول برضو طبعا الطرش البلدي والبصل المطقش ده يعني حاجه عريقه عريقه يعني عملنا كمان الفول المقلي اللي عملناه بالطماطم عزيزتكم فيه طرق مختلفه كتير جدا منه عملنا الفول بالليه سابقكم كم حته ليه على الوش عشان تعرفوا هي مش باينه قوي بس ايه طلعتها لكم بالعافيه ماشي فول بالليه وعملنا الفول اللي بالثوم المحمر والفول اللي بالثوم والطماطم اه ده الثوم المحمر وده بالثوم والطماطم الثوم اللي انا طشيته في الاول طشيناه بالطماطم يعني وطبعا ده تدبيس الفول ده انا عملته طبق عادي خالص بالزيت والليمون والشطه طبعا ده الاساس بتاع الفول اليومي انما ده كله ممكن نعمل له منه غدوات بس كده كده خلصت حلقتنا النهارده يا رب تكون عجبتكم وتكونوا شفتوا حاجه من ريحه زمان واحنا لسه متواصلين برضو مع حاجات زمان الحلوه واشوفكم على خير حلقه جايه ان شاء الله الى اللقاء. Thank you.